FM. الكل مالك في المهموت تو منصف لازار معناتها قلت لي لوبي في الفاك هكاك في المطلق يا خويا اعطيني اسمي بمسميات من هو اللوبي هذا اللي في التلفزه التونسيه ويمنع دخول او قبول سيناريوهات مع شي كيما حسين محنوش كيف ما قبلوش المسلسل نتاعو شكون في اللوبي شكون في اللوبي خليك صريح منصف لازار انا مو معروف بالصراحه انا مش صريح اللوبي متكون في بسم الله طلب راسه في اخر ايامات امام بحرون وتكرس وحاول ان يجلس بزوز من الناس مدير الانتاج مدير اداره الانتاج الدرامي هو باش نسميه لك اللي هو السي رشيد يونس والمنتج المنفذ الذي احتكر نصف الانتاج الدرامي من سنه 2000 الى هذا العام وصاروا لجنه وكل من يحيط بها صاروا في بسم الله لعبة فيدو حتى أكون صادق في هذه اللجنة ثم زوز عناصر واحد والله العظيم لا نعلم به قسما بالله لا نعلم به اللي هو في اللجنة صدفة الاثنين اللي تعدات أنا خارج من قهوة راه صديق كنت أنا رجل مثقف كبير مسرحي كبير عارف كبير ومناظر حتى مناظر تلفت تهلب فلان اسم شنو حولك لبس قال لي نهنيك على كل مسلسل على كل روعة وعلى كل واحد وعلى كل ستان تري بون سيناريو قلت له عجب قال لي والله عندي الورقة قلت له اقرا هذه عمل راسه هكا شد راسه فهمت له واحد وكل شيء وثم واحد آخر من اللجنة هذه إداري ذا كفاءة عنده فهمتنا مطلع بحكم الاطلاع وبحكم فهمتنا في التلفزة يخدم عنده اختصاص هذا يكتب تقرير به الا انه عيبه الوحيد انه انسان منضبط برشا يتقيد بما يملى عليه واضح هذا واحد قال لي ولا بقى علينا خلي مش لازم تو نحكي في مره اخرى تنجم تحكي مع سي المنصف هذا قال لي مسلسلك رائع الا انه صعيب على المخرجين مخروج تقريب واضح معلش معناتها المخرجين ذو كفاءه باش نجم يقدروا لا قال لي صعيب على المخرجين مش عندنا مخرجين حتى كي في حسب صعيب. مسكين ما لقاه باش يبرر فهمت لا انه يضايقوا به كابا فهم الكلمه ليك